رياضيا تأهل المنتخب الوطني الأول لرجال بكرة السلة إلى بطولة كأس العالم 2023 فاز منتخب مصر على نظيره التونسي بنتيجة 71-67 وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مصر من النقاط إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة خلف منتخب جنوب السودان صاحب التسع عشرة نقطة ليتأهل الفريقان إلى مونديال السلة بشكل مباشر